مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ ورجعنا عن جديد ببرنامج شيفت وهاما مع هوا الشام بحلقة جديدة وضيفة جديدة. قمر، هلأ بتعرفوا ليش عن مين عم بحكي، وطبخة مع جو ولا أروع ولا أحلى. أما هلأ ما ضغير، تروحوا فاصل صغير وترجعوا لعندي لنشوف مين الضيفة وشو الطبخة. ضيفتي لليوم راقية جدا وجذابة جدا، كانت بمجال وتميزت فيه وصارت بمجالات أبدعت فيهم. الكاريزما والحضور لهم دور كتير كبير بشخصيتها، وكأنها هبة من عند رب العالمين. أما هلأ رحبوا معي بالمميزة والجميلة جدا وجدا وجدا رنيم النوري. كيفك يا رنيم؟ الحمد لله. انت ما بتتخيلي قديش اليوم فرحانه فيكي هون اليوم. يعني انا ما بعرف شو بدي اقول لك، شكرا كثير على هالمقدمه، يعني والله خجلتيني. يعني اذا بخليني المخرج كمان اقعد 10 دقائق ثانيات بالمقدمه، عن جد ما بكون اعطيتك حقك، لانه ما شاء الله من اول ما فتي طله جميله وروعه، عيونك الحلوه حبيبتي. هلا بس اقول معلومه قبل ما بلش معك بالاسئله، كنت عم بسالها لرنيم. رنيم ما شاء الله كم ولد عندك؟ فانا بعرف انه هي متزوجه، وكنا نشوف صورك مع والدك استاذ عباس نوري، اكيد بدنا نوجه له تحيه كثير، كانوا متعلق كثير بولادك، فانا كتير. توقعت لي ولدين، فما شاء الله ما شاء الله طلعوا أربعة. الله يخلي لك اياهم يا رب. هي انا وانت طلع عنا شغله مشتركه. طيب هلا سؤالي لك يا رنيم، كيف بلشت رنيم على السوشيال ميديا؟ هلا البدايه كانت انا تقريبا اول ما فتحت عيادتي للتغذيه صاروا الاغلب ينصحوني انه رنيم ضروري تكوني موجوده على السوشيال ميديا، ضروري تكوني هي. فانا يعني كنت بين ايه وبين لا، بين مره بطلع ومره ببطل، ما كنت عندي قناعه باهميه السوشيال ميديا. بس بعد ضغوطات من كذا حدا حوالي وانه لا انت عندك افكار حلوه جربي نزلي هي، لقيت يعني قلت بجرب ولقيت نتائج. يعني صراحه انا تفاجأت، يعني تفاجأت فيها، تفاجأت من قبول العالم، تفاجأت من النجاح اللي كان نوعا ما بسرعه. يعني لسه ما فيني اسميه نجاح كسوشيال ميديا، بس النتائج كانت كتير سريعة. معناتها أكيد ما ندمتي على اللحظة اللي أنت قررت فيها تفوتي سوشيال لا ميديا؟ لا بالعكس. طيب بالعكس. سؤالي أنا إلك، الوالد كان له تأثير عليك بهذا الموضوع ولا لا؟ بيقول لك أنت براحتك. لا بالعكس، بابا لسه لهلا ضد عقله هي السوشيال ما ميديا بيحب. لا ما بيقتنع فيه. طب زوجك مثلا هو شجعك؟ ايه اكيد هو شجعك. عن جد بدي اوجه بوسات وتحيات لرفقاتها لرنيم اللي خلونا نشوف رنيم على السوشيال ميديا ونستضيفها اليوم عنا هون، وحدا كتير ناجح وحدا كتير محبوب. ومثل ما انت كنتي عم تقولي قبل شوي، رنيم بفتره كتير قصيره كونت محبه، كونت جماهيريه. نحن كلنا بنحبك وبنحب الشغلات والمحتوى الجميل جدا اللي هو عن التغذيه. انا اول زبونه رنيم، لهم ساعه بيقولوا لي على الكاميرا شدي بطنك شدي ظهرك، خلص انا ما بقى لا اشد لا بطن ولا ظهر، حروح لدغري دايركت لعند رنيم. وعندك رنيم الموضوع اهلا وسهلا. بس مشكله اكلاتي طيبين، هلا حتذوقي وتشوفي. ما بدي اقول لك هي مشكله. كيف بقى بدنا نظبطها؟ بدك تظبطينا اياها. بتزبط بتزبط. كيفك بالطبخ يا رنيم؟ بالطبخ شوفي، هلا يقال انه طبخي كثير طيب، بس انا ما بحب اطبخ. ما بتحبي الطبخ؟ ما بحب اطبخ. طب اذا فقررتي تفوتي تطبخي لزوجك مثلا، تطبخي الطبخات الدسمه، الابرق، المحاشي، يعني هذول القصص؟ ممكن اذا اضطريت كثير. بس على اضطراريه. على اضطراريه يعني. بس وما تبقى. انت شو بتاكلي؟ بتاكلي بس صحي بس لانك انت اخصائي التغذيه ولا لا؟ لا بتاكلي اي شيء؟ باكل كل شيء، بالعكس انا روح قلبي الاكل ما شاء الله. وهيك محافظه ما شاء الله عليكي. ايه لانه يعني انا بعرف شو بدي اكل وايمت بدي اكل، يعني صار عندي تواصل منيح مع اكيد لانه خبرتك اكيد. بس هلا نحن بنفوت على المطبخ وقالوا لي انه رنيم كثير حلوه، فقررت اعمل لك اكله حلوه لذيذه طيبه. هلا بقول لك بخبرك عليها شو بدها، وما ضل غير تروحوا فاصل وترجعوا لعندي انا ورنيم، بس مو من هون، حتشوفونا بالمطبخ. ورجعنا عن جديد بس هالمره من المطبخ انا ورنيم. رنيم انا الحمد لله كنت عم اقول لك قبل شوي انه رنيم قالت لي ما بحب اطبخ، ف يعني سبحان الله في حدا هيك في الهام اجا انه لا تقليل الطبخ لرنيم، لانه رنيم ما بتحب الطبخ. انا بتعرفي لما بفوت على المطبخ بحس حالي معاقبه، ما بصدق ما تطلع ما بعرف ولا حلويات ولا شيء. طب اولادك مثلا اذا جعبانهم فرضا رز بحليب؟ بعمل اجباري بعمل لهم كل شيء، بس يعني ما بكون مسروره وممنونه. ما بتكون ابدا. يعني ممكن تجيبي جاهز تقولي خلص بريح حالي، او ممكن تقولي لمامتك؟ هو غالبا مامتي. الله يخلي لك اياها يا رب. اكيد بنوجه لها تحيه كثير كبيره. طبعا هلا انت كاخصائيه تغذيه ما بتحبي تفوتي على المطبخ لانه الاكل دسم ولا لا؟ كله الطبخ. لا انا مالي مرق بالطبخ. يعني مرق. في ناس تلاقي لهم مرق بالطبخ. طيب هلا حقول لك على اكل اليوم. هي يعني شو بدي اقول لك، هي حتدعي لي عليها. ليه؟ لانه بدقيقتين بتصير. عظيم. ما عرفتي، فاولادك كل ما بيشتغل حلو قولوا لهم تعالوا لكم لاعمل لكم ليالي لبنان. ليالي لبنان هن بس بدهم ثلاث عناصر اللي هن سكر، عندنا هون سميد ممكن ناعم ممكن خشن مثلا كاستين. كل كاستين سميد بياخذوا معي لتر من الحليب. هلا لحقيمه وحطهم هون. بتعرفي شو يعني
اقل من يعني مثلا لما بتقومي بتقلي صحن بيض تمام، هي اسرع من صحن البيض. تعالي نشوفها هلا هون حنضيف هون كاستين من السميد، طبعا كلهم حنحركهم على البارد، وهون حضيف عندي لتر من الحليب. هلا بدي اسالك سؤال، بما اني انا مسكت الحليب والفرق بيناتهم، ما انك دكتور التغذيه، انت شو رايك بدي تحركي لنا؟ حرك لك تمام. ايه مشان تسالي اسالك انا هلا اللي طالعه فيك يعني؟ لا يعني هيك بس تحريكه مشان حذري شو تضل راسخه بذهنك الاكله وتعمليها بالبيت، عرفتي شو؟ ايه طيب غلبتيني. ايه هلا شو الفرق لما حدا مثلا بيقول لك انا معي نفخه فبتوصفي له حليب خالي من اللاكتوز بهي الحاله بما انك انت يعني غالبا صح. ممكن اي لانه نسبه الناس اللي عندهم حساسيه لاكتوز نسبه كثير عاليه ومرتفعه. أي. انا منهم مثلا، انا عندي حساسيه لاكتوز مستحيل اقدر اشرب حليب ما بتقدري. عادي مستحيل، ولا حتى بنتي نفس الشيء. معناتها حط لك هلا خالي من اللاكتوز بما انه عندك هي النفخه. هلا حنقيم ونضيف لتر من الحليب، هلا مو لتر بس ممكن نضيف عليها شويه من المي. هلا بدك تحركي رني شوفي يعني بس بتجيبي نوع انه حليب وكاستين سميد لرواق لهون الامور ممتازة. تمام اوكي اهلك اولادك اكيد هلا شفتوا هلا ماما تعلمت لكم هي الاكله بس ترجع حتعمل لكم اياها نفسها. ليكي رنيم هون انتوا ما شاء الله كم واحد؟ أربعة. كل واحد يحمل غرب. اخر واحد قد ايه عمره؟ لسه سنتين توم. هلا هلا هديك ترقبها. لا خلص معناتها الكبير خلص. الكبير حط له الكبير شو اسمه؟ تاجو. تاجو تاجو انت حط له السميد، والثاني صغير سلطان. سلطان انت حط له الحليب، وانا بجي لعندك بحط لك السكر. خلص ماشي كاسه من السكر خلصت الاكله خالصين هي الاكله تمام. هلا حنقيمها ونحطها على الغاز ما بدها كثير شيء. هلا بدي اسالك يا رنيم، بما انه اليوم اكلتنا سهله ما كثير بدها شغل، بس بدي اسالك شغلات ثانيه. شو الفرق بين التغذيه العامه والتغذيه الحدسيه؟ للامانه انا هلا حاسمع الجواب مثلي مثل كل المشاهدين، انا ما عندي معرفه شو الفرق بيناتهم، بس انت حكيتي عن هي القصه بالسوشيال ميديا. صح شوفي هلا التغذيه بشكل عام، يعني لما درست تغذيه وبلشت عياده بلشت شغل بالعياده يعني هي نوعا ما شيء صار بالنسبه لي انا روتيني. يعني حسابات كالوريز وحسابات جرامات وحسابات بدك تحسبي قديش لازم تاكلي بدك تحسبي. فانا كان ضد عقلي كل الوقت فكره انه انا بدي اعيش حياتي على الاله الحاسبه. طب ما انت الحدسيه انت قصدك بما معناها الرقميه؟ لا الحدسيه هي ضد الدايت. ضد الدايت ضد الدايت ضد الحسابات ضد الارقام ضد كل شيء. طب انت انو برايك انو الافضل هلا حاليا؟ هلا انا اعطيني الثانيه انا ما بقدر على الدايت يا اختي، اكلاتي طيبين ما بحسن. لقمه من هون نقشه من هون تلاقي امي عملت كمان امي اكلاتها، وبتلاقوني بيعزموني بهالمطاعم والا مع كل لقمه منه ما عم يمشي الحال. انا بعطينا الثاني. اي لا التغذيه الحدسيه انا هلا هي اللي ماشي فيها اصلا، هي شغلي فيها هلا. يعني انا وقفت تماما اعطي حميات مكتوبه ومصممه وجاهزه لانه انا من جوا ما كان عندي قناعه فيها. يعني كنت لما عم بعطي دايت لحدا انا عم بزعل انه انا عم بعطيك شيء انا ما فيني انا اعمله، يعني ما بحب. فلما اجت بطريقه التغذيه الحدسيه حسيت انه انا فعلا هذا اللي عم دور عليه. للأمانة مو بس أنت اللي عم تدور عليك، ركز معنا السادة المشاهدات كلياتكم اللي بدكم ننحف هيك نصير هيك برشاقتها ما شاء الله ما شاء الله. عن جد ما لنا غير نروح لعند رنيم وعن جد نفهم شو يعني الدايت الحدسي ممكن له او ايوه هو الدايت الحدسي. يعني ما في ارقام ما حتعطينا ولا شيء دايت قاسي نقعد نبكي عليه. طيب لا ممكن هلا بس نحكي في ناس استفادت عندك بلشتي معهم وشفتي نتائجهم؟ طبعا نتائج رائعه. طب تقريبا مثلا معلش اعطينا هيك ولو لمحه، هلا الكل عم بيتابعنا لان بلشوا هيك هلا كلهم هيك عملوا هيك للشاشه مثلي انا صراحه. شوفي هلا بالتغذيه الحدسيه نحن ما في شيء اسمه ميزان، هي ضد الميزان حتى نحن ما بنوقف على الميزان، بس مع هيك يعني صعب كثير انت تقنعي حدا انه ما بقى تقيسي وزنك او ما بقى، لان نحن مبرمجين من نحن وصغار انه زدتي كيلو زدتي كيليين. موافقه. فلا هي عم تكون نتائج لانه هي مبدا الاساسي انه انت كيف ترجعي تتواصلي مع جسمك وتفهمي عليه، تفهمي ايمت انت جوعانه وايمت انت شبعانه. طب ممكن انحف انا من ورا هي القصه؟ طبعا طبعا. انت يعني بس لما تنحطي بمكان او تحطي حالك باسلوب حياه انت ما تاكلي الا اذا كنتي جوعانه وبس تشبعي الشبع المريح توقفي تمام. فاكيد انت ما رح يضل عندك زياده. هلا انا جيت لعندك، هلا اعتبريني انا اجيت لعندك على العياده وعطيتك. هلا انا مشكلتي انه عن جد عندي انا اليوم زياده كيلو 10 كيلو ايه هدول شلون بدي اروحهم؟
هدول بنبلش نمشي بالمبادئ واحد واحد. هي لها 10 مبادئ التغذية الحديثة على قد الكليات اللي انا زايدتهم 10 ب10. انا كان 64 لا تقريبا انا شيء 70 71 هيك شيء. ما كذبت يعني، عندي زياده شيء 7 كيلو. تمام. هلا اول شيء بدي ساعتها لك انه احنا ما عاد حنطلع على الميزان، احنا حنطلع على الشكل على القياس، ونكون راضين عن شكلنا وعن قياساتنا. هي اول نقطه. ثاني نقطه بنبلش نتعلمهم المبادئ واحد واحد، اللي هن اول شيء تبع احترم جوعك واحترم شبعك. بدي بلش علمك انت كيف تفهمي على جسمك ايمت انت فعلا جوعانه وايمت مالك جوعانه، انت بس عم تتفششي بالاكل ايمت عم تتنقشي بلا وعي. بيحترم الاكل بس اذا هو بيحترمني انا والله عم بحترمه كثير يعني. لا بدك تحترمي الجوع يعني، عم تقدم لي الطبق بحترمه انا ما فيني خجله. كلياتنا بنحترم الطبق الطيب يعني. يعني تخيلي هلا ليكي خلصت عندي ام علي. على ام علي مين جاب ام علي؟ مين صرت ام علي؟ على فكره في اكله ثانيه لبنانيه اسمها ام علي كنت ناوي اعملها بس اليوم هي ليالي لبنان. هلا بس قربي مشان شوي حنرجع للطبخه. ليكي شلون صارت عندي بل دغري مسكتها، حاول حرك بسرعه. هي بتشبه مامونيه شوي كانه تقريبا بس هي لانه بحليب وهي بتتاكل بارده. المامونيه بتتاكل سخنه مع جبنه مع صح. شعيبيات بلشت عندي تغلي. هلا هون في عندي نقطه ماء زهر، حطفي الغاز هيك وسقطها خالصين. تمام. هلا رح بلش هيك حرك. تمام. هلا بدك تساعديني بس بشغله، حطي لي نقطه قطر بقلبها بعد اذنك. بقلب هون وين هون؟ هون بعد اذنك. نقطة صغيرة بس هذا كافي، بس أنا مشان من تحت ما تلزق. تمام. يا عيني عليكي. هلأ صرتي دريت أنه أنت لايف كوتش صح؟ كيف هي؟ أنا عن جد كثير كشغلي أنا على السوشيال ميديا، فبتجيني صبية بتقلي ما عادش تعملي الإعلان أنا كوتش أونلاين، يعني أنا هي ما مستوعبة أنا الكوتش اللي بدق التليفون وبشحطني شحطة من التخت وقومي وانزلي ويلا بمشي. طب كيف هدول تبع الأونلاين؟ لا انا اللايف كوتش هي شيء مختلف، ما انا شيء رياضه. وهي اللايف كوتش هي حدا بيساعدك انت كيف تمشي بحياتك، كيف تخططي لحياتك، كيف تحلي مشاكلك نوعا ما، كيف تتصالحي مع مشاعرك. هي الامور يعني، هي مو قصه تمارين وما تمارين مثل ما انا كنت فهمانه. لا 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 ما دخل ابدا. طب معناتها انت هي فينا نقول شوي في يعني شيء داخل بالنفسيه مثلا ممكن او مشاكل مشاكل حياتيه يعني. تماماً. هلا انا عندي شوي الا التنظيم للامانه، يعني ممكن مثلا الاقي حل بهذا باللايف كوتش؟ طبعا. تمام. هلا شوفي خلصت الاكله ولا ما خلصت؟ بشرفك. كيف خلصت؟ بس تعرفي شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ ما بعرف اعمل قطر، فما حتقدر ما حقدر اعمله. بتروحي عند اي بياع حلو وانت ماشية من الشيخ سعد من الميدان من اي بيعطيكي هيك بكيسك مربوط على طرف، بيني وبينك جبته امبارح. هلا لك شو حنعمل؟ بدك تقيمي بس حنجيب بشكير بس مشان ما تنكسر معنا اجباري بس مشان يتمسك شكلها، فبنحط بشكير. تمام. طلعت لك لون البيلكس. ايوه برافو علي. هيك لحتى يصير شكلها تمام متماسك. هلا هي بدها تروح ل 24 ساعه. ريم انا ما رح خليكي 24 ساعه عندي بالمطبخ. لا ما تخافي. شو حتعملي لك هي؟ حنقيمها على جنب وحنروح لوين؟ نجيب اللي عملتها امبارح قبل ما اروح. على اسمك والله. شوفي بتطلي ونشفانه وخالصه وامورها تمام. هلا رح نقيم وندهن فوقها القشطه. يعني الناس اللي بتحب المدلوقه لا تقولي لي مو طيبه المدلوقه. لا طيبه كثير صدقا، نفس طعمه المدلوقه. هلا بتشوفي وبتقولي لي فعلا معك حق. هلا حنقيم وندهن القشطه. تساعديني كون انا لملمت من حواليكي. هلا بس بدنا نقيم. هي قاس يعني ما تخافي لانه هي من امبارح مجمده، فمدي لنا هالقشطه لقلي. سلطان اسمه. سلطان الكبير. تاج سلطان. شوفوا ماما صارت تعرف تعمل هاي الاكله، بتطلبوها منها بتقولوا لها قومي اعملي لنا اكله ليالي. لا خلينا نسمي الاكله اللي عملتيه انت وشيفتوها. خلص حفظتيها ولا لا؟ خلص والله سهله. كاستين سميد. كاستين سميد لتر حليب بس قلنا خالي من اللاكتوز كرمال النفخه. سكر قد ايه حطيتي؟ انا بصراحه بخففت يعني فيك تحطي كاسه بس انا بما انه بدك تحطي لها قطر. والله برافو عليك لك وهالتمسيده احلى. خليك بعرف انا بعرف بس ما بحب. يا سلام خلص خلصت اكلتنا. شو انتي مقسله؟ هلا وانت عم تطبخي مثلا قررتي تطبخي امانه بتعملي هي الحركه تبع انه هيك وبتاكلي طبعا اطيب شيء بس هلا الهواء بستحي بعد هيك باكله. هلا يا عين ايه شو هذا؟ بس حنظبط شوي نتفه حنحاول نمسد بهذا الشكل بحيث تطلع شكلها كثير حلوه. ايه انه ما عجبتك يا سلام ده. لا بس نتفه هيك يا سلام. هلا حطينا لك رشه هالفستق الحلبي هيك طريقتك. يا سلام يا سلام. صدقيني هلا حتدعي لي عليها لهالاكله. بس حاولي من على الاطراف كمان رنين.
بحيث يجي على الكل بعليه. رنيم، كيف بتنسقي بين بيتك وشغلك بما انه صرتي على السوشيال ميديا؟ يعني انا بعرف من حالي ما كثير بلحق. شكرا يا رنيم. هذا السؤال بدك تسألي لماما. معناتها نفس السؤال اللي انا بقول لهم دائما بيسالوني، بيقولوا لي شو، بقول لهم والله الله يخلي لي مامتي كمان. أيوة يعني والله عن جد. أيوة يعني انا بضل من الصبح مثلا احيانا تصوير بطلع بنزل برجع فعلا اخر الليل ماما كل شيء عن جد. الله يخلينا اياهم. أيوة الله عن جد. أيوة حنوجه تحيه لمامتها ولمامتي ولماميات الكل اللي عندنا نحن، كل الامهات اللي بيساعدوا بناتهم حتى ينجزوا حتى يكونوا ناجحين. يعني نحن عن جد لولاهم، انا لولا ماما مستحيل. يعني مو بس انه هي شايله عني الاولاد، لا يعني هي الدعم وهي التشجيع وهي كل شيء. الله يخلي لك اياها يا رب. الله يخلي لك اياها يا رب. شوفوا لي شوفوا لي هالطله، شوفوا احلاها. هي شغل رنيم. رنيم تاج سلطان، شوفوا هذا شغل ماما. يعني هي بدها تعملكم عن نفسها بالبيت، كثير سهله. وشو رايكم تروحوا فاصل وترجعوا لعندي انا ورنيم لحتى ناكل انا وياها ليالي لبنان؟ ورجعنا عن جديد انا ورنيم، وبالحديث اللي ما عم يخلص. يعني نحن بالفاصل قاعده عم ركن قاعدين عم نحكي يلا 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 ما بدنا نخلص احاديث وحنكمل احاديث. اول شيء، ما هلا انا ما ضيفتك شيء، يعني دايسه بلاطي وما ضيفتك شيء. شو بتحبي؟ في كافينيلا وفي ايس تي. لا ايس تي. ايس تي في ليمون وفي اناناس وفي درة. بس الدرة شو بدها بيني وبيني؟ عزوك خلص خلص وحده بدو لك. صدقيني انا كان لازم هي على ليمون. بتعرفي ليمون حخليها لإلي، احط لك اناناس طيبه كثير كمان. اوكي هلا هيك. وحنبلش اسالك كمان سؤال، انا الي طمعه فيكي. يعني بالنهايه اكيد نحن بنحبك وبنحب والدك استاذ عبد الكبير كثير، وبوجه له الف يعني حبيبتي. اكبر تحيه مني انا شايفته هما ومن الكادر كله، نحن كثير 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 بنحبك. بدنا نسال عنه سؤال هيك ولو خارجي. لساته هلا قبل شوي كنت عم تقولي لي انه هو كان رافض قصه هاي السوشيال ميديا. طب بعد ما شاف انه اليوم رنيم وصلت لهي لهذا الليفل بالسوشيال ميديا، هلا شو رايه؟ لا هلا شوفي، هو بابا يعني مو رافض فكرة السوشيال ميديا، هو ما عنده قناعة بالسوشيال ميديا. يعني هو حتى صفحاته له ما بيفتحها هو. نحن بنقول له انه بابا ضروري لازم، صح، ما عنده قناعة بهي الامور. بس انه كأنا لا، بالعكس كثير بيشجعني وبينبسط لما بشوفه. يعني انا اي شيء بعمله او اي فيديو بصوره او اي كذا ببعث له اياه هو ماما انه شو رايكم، بيتفاعل. ايه بالعكس يعني بيدعموا لك بهذا الموضوع. ايه كان بيعطيني رايه دائما. طب مو دائما باخذ فيه بس انه بيعطيني. خلص. طب شي مره قال لك مثلا بابا هذا المقطع ما حبيت لك اياه فرضا، يعني صار؟ لا ما ولا مره لي انه ما حب، بس ممكن اي يعني يقلب لي اياها هيك يعني بدبلوماسيه يعدل لي اياها. دائما هيك البنات مدللين عند ابهاتنا. طيب هلا هو الوالد هو اللي اختار لك الدراسه الاخصائي التغذيه ولا لا؟ كان في عندك شيء ثاني وانت اخترتي هيك؟ لا هو من وقت البكالوريا. من وقت البكالوريا. لا بابا اختار لي الطب. ودخلت طب اول فتره، بعدين تمردت. تمردتي؟ تمردت ورحت على التغذيه. يعني انت ما شاء الله كنتي طالبه طب. قديش جمعتي بالبكالوريا رنين؟ ضروري إلا كان في الجامعة خاصة. ما شاء الله. إيه بس برافو عليكي. هلأ شوفي هالمنظر يا رنيم كيف صارت. شفتي شلون تقطع؟ لأنه نحن من تحت حطينا لها قطر. إيه بس بدك الجمدية قبل وبوقت. أوكي. وأنا والله معلش بالعادة بيقولوا لي لا أنت ما بصير تاكلي، الضيف عندك يعني لازم دليل الضيف. شوفوا قديش دللت حالي. ولحظي أكثر منك يعني التنتين أدبت. لا حبدلون. لا ما بصير. لا والله لا حلفنا لا والنبي لا. إيه هلا بيحكوا علينا الأجانب. خدي هلا بتسمني لإلي. هي بدأ يعني لا ما عليه، بدك تدوقي وتورجيهم للمشاهدين كيف طعمتها طلعت. هلا طبعا ما حكتر لك قطر نتفة، بس أكثر من هيك لا، وأنا كمان نتفة ما بدي أكثر من هيك. دوقي واعطيني رأيك أمانة. هاتي لنشوف. حدوق والله انا اشتهيت مع رنيم يا جماعه. هيك قريبه للمدلوقه عن جد. طيبه مالك بتجنى في ندوق لقمه ثانيه؟ صح القطعه كلها الك اكيد. لا رهيبه. في جمله شهيره هلا اذا بدي اقولها بدهم يضحكوا بالكنترول، بس رح اقولها. قولي. والله العظيم مو لاني انا عاملتها، عم يقولوها معي والله مو لاني انا عاملتها بس والله طيبه. والله شو رايك فيها؟ رائعه. عم تقلي قالت لي جدا رائعه كانك عم تاكلي يا اختي من تحت هي شو قالوا لها؟ فعلا طيبه كنافه جدا رائعه وسهله ولذيذه وسريعه وبتصير معنا بسرعه. بس هي اهم شيء انه بس تنعمل قبل بيوم. شفتي ما اخذت معنا دقيقتين على الغاز؟
ثلاث مقادير، ممكن انك ممكن تحطي فانيليا، ممكن تحطي ماء زهر، بس حطيت هيك الماء الزهر فيه طعم كثير طيب. انا بحب الماء الزهر كثير، كثير لذيذه وكثير طيبه. رنيم انت اليوم يمكن انت هذا الشيء ما بتعرفيه، بس انت اليوم عن جد حلم كثير بنات يصيروا مثلك. يعني انت اليوم طبعا انت اليوم لا انت اليوم قدوه لكثير ناس، انت وصلتي لقلوبنا بهي الطريقه. لهيك يعني نحن اليوم مستضيفين كل حدا نجح، لهيك اليوم كلمه منك لكل حدا حابب يصير ويوصل للمكان اللي انت وصلتي له على السوشيال ميديا. الكاميرا معك. يعني اول شيء بدي اقول، اول شيء هذا الحكي كثير كبير علي، يعني انا لسه ما وصلت لشيء. يعني بعتبر نحن مبسوطين باللي انت وصلتي له، انت عندك جمهورك، نحن بنحبك فانت وصلتي حبيبتي. انا اللي بدي اقوله بس انه الحقوا شغفكم او الحقوا الشيء اللي بتحبوه، لانه هون بالضبط بيكون عن جد الابداع والحب بالشغل. يعني لما انت تكوني بدك تشتغلي شيء او تدرسي شيء او تعملي شيء وعم تعمليه من قلبك بحب، فهون عن جد حتستمري اولا، لانه الاستمراريه هي اهم شيء، ورح تبدعي ورح تلاقي نتائج اللي انت بدك اياها واكثر حتى. كثير انبسطنا منك عن جد بشكل، وانا بس بدي اعقب عليك بشغله، يعني انا عم اكد عليها لانه هي عم بتقول لكم انه كانت عم تدرس طب وتمردت وراحت على، يعني يمكن افلحت يمكن او ابدعت، اليوم فينا نقول ابدعت بمجال اخصائيه التغذيه اكثر ما يعني تبدع يمكن بمجال الطب، ولكن اليوم لازم اقول لك انت دكتور التغذيه مو اخصائيه التغذيه، ما دامك انت عن جد داخله طب فانت فخر لنا وكثير انبسطنا فيكي عن جد. وكثير انبسطت انه اولادك هلا حيكونوا مبسوطين انه مامتهم تعلمت اكله ولك عم جد اعملي لهم اياها عزيمه، ما دام انت مالك خلق فاجمعيهم للعيله يوم خميس. اليوم انا بدي اعمل لكم اكله الحلو خلص عن جد عندي. كثير انبسطنا فيكي. انا اللي انبسطت فيكم، شكرا كثير. بالعكس اهلا وسهلا يا رنيم، نورتينا. وما ضل غير شوفكم بحلقه جديده مع ضيف جديد وطبخه كمان طيبه، ومثل ما انتم شايفين جو مميز وجميل مني ومن رنيم. باي.